أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش اليوم التحركات والاصطفافات الدولية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ونتساءل لماذا لم تنجح واشنطن حتى الآن في عزل موسكو دوليا، ولماذا نرى حلفاء الولايات المتحدة يستقبلون لافروف كما الهند، أو يحتجون على تدخلها كما باكستان، أو يسعون لتغيير اتجاه بوصلتهم كما بعض دول الخليج. ماذا وراء تباعد وتذمر حلفاء واشنطن، وأين يكمن الخلل في السياسة الخارجية الأمريكية؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي من عمان، الدبلوماسية الأمريكية السابق مفيد الديك، ومن فلوريدا الأكاديمي والعضو في الحزب الجمهوري دكتور أشلي أنصار. نتابع النقاش بعد التقرير. منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا بدأت المساعي الغربية لعزل موسكو، واتخذت عدة أشكال سياسية واقتصادية. هذه المحاولات لم تثني روسيا عن مواصلة هجومها خلال أكثر من شهر. اقتصاديا، بدأ الروبل الروسي يحسن وضعه بعد الانهيار الذي ارتبط بالعقوبات الغربية، لكن الأهم سياسيا هو تزايد نشاط موسكو الدبلوماسي وتحركها باتجاه حلفاء تقليديين للولايات المتحدة، إذ يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الهند عقب زيارته إلى الصين، ويعلن صراحة أن هدف زيارته هو تجاوز العقوبات الغربية من خلال آليات دفع بالروبية والروبل لتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين. قبل ذلك تزامنت أول زيارة لرئيس وزراء باكستاني إلى موسكو منذ عقدين مع الأيام الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا. عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني يتهم الولايات المتحدة اليوم بالتدخل بالشؤون الداخلية لبلاده من خلال دعم المعارضة في مساعي إسقاطه التي يربطها خان بزيارته لموسكو. في الوقت ذاته لا يخفى فتور العلاقات الأمريكية مع دول الخليج العربي مع كثرة التسريبات عن جفاء بين زعماء السعودية والإمارات مع إدارة بايدن، اضطر البيت الأبيض إلى نفي تلك التسريبات. وحتى داخل المعسكر الغربي ذاته تباينت مواقف الدول من كيفية التعامل مع روسيا عقب هجومها، فمن جهة تضغط الولايات المتحدة من أجل توسيع العقوبات والحظر على روسيا، ومن جهة تدعو ألمانيا إلى التريث مع كل خطوة. تلك المؤشرات تطرح الكثير من الأسئلة حول شكل التحالفات القائمة، وما إذا كان بعض حلفاء الولايات المتحدة يتجهون إلى التفاعل خارج إطار تلك التحالفات والتقارب مع روسيا مثلاً في ذروة الحماس الأوروبي والأمريكي لعزلها سياسياً واقتصادياً. أيهم سلمان، TRT عربي. أبدأ النقاش مباشرة مع ضيفي من عمان مفيد الديك. أستاذ مفيد، روسيا لم تحسم معركتها العسكرية على الأرض، ولكنها تجاوزت مرحلة امتصاص الصدمة التي أحدثتها العقوبات الغربية، وبدأت بالعكس تبادر بالرد على هذه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين ضدها. إلى أي مدى يؤشر كل هذا على عجز الإجراءات الأمريكية عن فرض عزلة شاملة على موسكو؟ مساء الخير، شكرا للاستضافة. أولا أعتقد أن كل هذا الكلام مصطنع من قبل موسكو. موسكو معزولة دوليا، لا عليك إلا أن تنظر إلى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت فيها 4 دول إلى جانب موسكو فقط، هي إريتريا وكوريا الشمالية وسوريا وبيلاروس، إلى جانب القرار أو ضد القرار الذي كان يدين التدخل الروسي العسكري الهمجي ضد أوكرانيا. وبالتالي كل هذه الأمور صراحة هي أمور مصطنعة. يعني الهند طبعا تريد أن تشتري نفطا رخيصا من روسيا، باكستان صراحة لا أعرف ما مشكلة عمران خان، مع أن عمران خان يواجه مشاكل داخلية في بلاده أعتقد أنه سيطاح به. والصين التزمت جانب الحياد حين صوتت بالامتناع عن التصويت
في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا كل هذه الأمور صراحة هي أمور مصطنعة، تحاول موسكو أن تظهر أنها غير معزولة، مع أن موسكو بكل وضوح معزولة عزلا كاملا عن المجتمع الدولي. نعم أستاذ مفيد، يعني حتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في القارة الأوروبية لا يبدون على قلب رجل واحد مع واشنطن في فرض عقوبات مشددة على موسكو بسبب الحاجة في أوروبا للغاز الروسي، وهذا مثال واحد فقط. يعني أنا أختلف صراحة مع هذا التقييم. ألمانيا أكثر الدول حاجة إلى الغاز الروسي، ألغت فورا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مشروع نورد ستريم 2، طلبت بتوجيه يعني مجموعة من المفاعلات العسكرية إلى أوكرانيا على عكس ما كان ينص عليه دستورها منذ الحرب العالمية الثانية. دول العالم الغربي كلها صراحة، الاتحاد الأوروبي، مجموعة الدول السبع، المعسكر الغربي بكامله بما في ذلك كوريا الشمالية الجنوبية وحتى أستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة، كلها متحدة ضد الاتحاد الروسي، ضد روسيا. وبالتالي لا أعرف ماذا تعني بذلك الاتحاد الأوروبي، وكل دول المعسكر الغربي تستطيع أن تستوعب بعض الآلام الاقتصادية، لكنها كلها تقول إنها تقف ضد هذا الغزو الهمجي لروسيا لأوكرانيا. وبالتالي لا أرى ماذا تشير إليه. الأمور ستحتاج إلى بعض الوقت، لكن الاقتصاد الروسي يعاني، الاقتصاد الروسي صراحة على وشك الانهيار. كل هذه الأرقام عن تحسن سعر قيمة الروبل هي أرقام مصطنعة من البنك المركزي الروسي، لكن هذه لن تدوم طويلا. كل الدول المهمة في العالم تقاطع الاتحاد الروسي، وحتى أننا نرى الآن أن أوروبا تسير في اتجاه منع يعني اعتمادها على الغاز والبترول الروسي، وهذه هي القيمة الأساسية للاقتصاد الروسي. الاقتصاد الروسي يعاني معاناة شديدة، روسيا في وضع حرج جدا. بوتين الآن حسب تقارير الاستخبارات البريطانية والأمريكية يعني يحاول أن أو يفرض عقوبات على كبار مستشاريه، نعم، الذين إما أنه طردهم من مناصبهم أو أنه فرض الإقامة الجبرية عليهم. لا أعرف عن ماذا تتحدث صديقي. نعم، أنتقل إلى ضيفي من فلوريدا دكتور أشلي أنصارا. وفقا للمعطيات الحالية، هل هناك إمكانية أن تفقد الولايات المتحدة الأمريكية بعضا من تحالفاتها باتجاه خصومها التقليديين كروسيا والصين؟ والأمثلة الموجودة حتى الآن هي لقاءات مع الهند وتذمر من قبل باكستان وبرود من قبل دول الخليج أو بعض دول الخليج. هو سؤالك بيحمل يعني two segments والاثنين مرتبطين مع بعض. أول سيجمنت، الولايات المتحدة وأعضاء حلف الناتو تماماً في كتلة واحدة ومتماسكين تماماً ضد الاعتداء الروسي على أوكرانيا. ده اتجاه موجود من قبل أوروبا ونورث أمريكا including كندا as well. هي نقطة الخلاف في وجه نظر الشعب الأمريكي أو الشارع الأمريكي، لأن بايدن كان قدامه أكثر من طريق أنه يأخذه لمعالجة مشكلة رشا مع أوكرانيا قبل الدخول العسكري لأوكرانيا. الولايات المتحدة والكونغرس والCIA والستيت ديبارتمنت يدركون تماما أن رشا سوف تغزو أوكرانيا، على الرغم من بوتين عدة مرات قبل غزو لأوكرانيا أعلن أنه لن يغزو أوكرانيا، ولكن كان كاذبا. ومحطات التلفزيون TR الروشن تي في كلها أنكرت أن في غزو لأوكرانيا، ولكن أدركت الأمور بعد ذلك أن الغزو قد حصل.
بوتين في حاجتين مهمين، هل بوتين هو الرجل السليم ليحكم روسيا؟ وهل بايدن كان مظبوط في كلامه ان محتاجين ريجيم تشينج لما قال الكلمة المشهورة بتاعته for God's sakes this man has to go؟ ده بلا شك عملية غير دبلوماسية ولكن عملية صريحة واضحة. لماذا يكون بوتين في موسكو حاليا وهو مدرك تماما انه خسر الحرب مع اوكرين؟ ادي واحد. اثنين، الاقتصاد الروسي تحت مشاكل كثيرة جدا. ثالث حاجة، انه يروح لانديا او باكستان وخلافه، لا يوجد ريلي اي دلائل استراتيجية اقتصادية لتأثير باكستان او الهند على الاقتصاد الروسي. الاقتصاد الروسي سوف يعاني لمدة 24 شهر ل 36 months من انهيار القيمة الفعلية بتاعة الروبل. في نفس الوقت الروشن البيزنس بيبول كلهم، كيف يؤثر كل هذا دكتور أشلي على سير العمليات العسكرية في أوكرانيا وهو ربما الهدف الأقرب والأكثر أهمية في الوقت الحالي؟ واضح وصريح لغاية يسترداي أن عدد الخسائر من القتلى في الجيش الروسي زاد أكثر من 7000 مواطن. دي واحد. اثنين، أن عدد التدمير الذي تم لمعدات عسكرية كثيرة روسية كان way above أن احنا we were expected. أنا أعتقد أن روسيا خسرت، وأعتقد أن روسيا هي بس بتحاول تخرج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، لأن بوتين والمستشارين بتوعه لم يدرسوا العملية سليمة. هو كانوا بيعتقدوا أنهم ممكن الغزو كيف في خلال 7 أيام، والحرب بدأت 5 أسابيع ماضي وما زالوا يحاربون في ساوث إيست يوكرين. هذا إيه معناه؟ معناه أن روسيا غير كيبابل أن هي تعمل إنفيدنج لكيف. وإذا أنت ما رحتش للعاصمة معناها أن أنت لا تستطيع أن أنت تغير الحكومة اليوكرانية الحالية وتحط ريبليسمنت زيها أو مماثلة كما حصل في الاتحاد السوفيتي سابقا. هما واضح وصريح أن الأمم المتحدة يعني كلها بالإجماع ما عدا 4 دول قررت أن روسيا اعتدت على يوكرين. أدي واحد. اثنين، أن روسيا طلبت 4 مطالب، والأربع مطالب معروفة من قبل أمريكا ومن قبل الناتو، والأربع مطالب ممكن دراستها، إنما you have to stop the war. أمريكا والحلفاء بيقدموا مخدمات عسكرية كثيرة جدا including معدات عسكرية ثقيلة. طبعا كثير من الناس يدركون أن لا تستطيع أمريكا أو CIA أو الستيت ديبارتمنت يطلعوا قرار ما هي المعدات العسكرية التي ذهبت إلى أوكرانيا، ولكن to my knowledge أن في معدات عسكرية ثقيلة including SAMS missile ذهبت إلى أوكرانيا already. فرشا متوقع منها أن هي تدرس الموضوع بأقصر عناية وأقصر حكمة. هذه الفكرة أقصر الحرب. هذه الفكرة أصبحت واضحة دكتور أشلي. أريد أن أعود إليك أستاذ مفيد الديك ضيفي من عمان، تأسيسا على ما تفضلت به قبل قليل من أن العزلة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا تأخذ مجراها الطبيعي. ماذا يمكن أن تفرزه هذه الأزمة؟ هل يمكن أن تفرز تعزيزا لنظام القطب الواحد الذي هيمن على العالم، القطب الواحد الولايات المتحدة الأمريكية الذي هيمن على العالم منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار المنظومة الاشتراكية؟ صراحة بالتأكيد هذا الرجل بوتين لم يكن يعرف قدرة جيشه على دخول دولة أخرى حتى لو كانت ضعيفة كأوكرانيا. هذه الدولة الضعيفة أوكرانيا تصدت له، دمرت العديد من آلياته المدرعة ودباباته وطائراته حتى وطائرات الهليكوبتر. هذه الدولة أثبتت أن عجز الاتحاد الروسي، وبالتالي كل التصنيفات التي كانت تشير إلى أن الجيش الروسي هو الجيش الثاني تصنيفا في العالم عليها أن تعيد مراجعة دراساتها الآن، وأن تعيد الجيش الروسي إلى ربما المرتبة 12 أو 13. صراحة هذا الرجل قام بعمل
غير مدروس، فوجئ على أكثر من صعيد، صعيد رد القوات الأوكرانية عليه والمقاومة الأوكرانية لقواته، ثانيا فوجئ على صعيد توحد أوروبا والناتو وسرعة اتخاذ أوروبا والناتو للقرارات التي اتخذتها والتي حاصرت بها روسيا. ثالثا هذا الرجل صراحة الآن مأزوم، يعاني أزمة دولية، هو معزول دوليا، كل الدول. طيب هذا من الناحية ربما تستورد طاقاته، ربما هذا من الناحية العسكرية أستاذ مفيد وتأثير ما يحدث على الساحة الساخنة الآن، ولكن أنا سؤالي كان منصبا عن النظام العالمي، النظام القطب الواحد الذي هيمن منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، في حال تم تعزيزه بناء على التصور الذي تفضلت بطرحه، ما الذي يمكن أن يفرزه تعزيز نظام القطب الواحد؟ يعني بالتأكيد، ومتأسف إذا لم أكن قد وضحت، أن روسيا التي كان بوتين يحاول أن يبنيها كقوة منافسة للمعسكر الغربي فشلت على الأرض الآن بشكل مخزن في أداء جيشها. هذه الدولة انحدرت إلى مراتب يعني بعيدة جدا عن أن تكون منافسة للولايات المتحدة ولا المعسكر الغربي. روسيا صراحة، دعنا نقولها بمنتهى الصراحة، روسيا هزمت، روسيا بوتين هزمت، وبالتالي على بوتين أن يعيد النظر في تفكيره وفي تصوراته لبناء، لا أعتقد أنه كان يفكر في بناء الاتحاد السوفيتي 2.0 أو 2.0، أعتقد أنه كان يحاول أن يبني روسيا كإمبراطورية. حتى هذا أيضا فشل فيه بوتين. بوتين عليه أن يعود إلى الواقع الآن وأن يتفاوض مع أوكرانيا، وصراحة عليه أن يقدم تنازلات لأوكرانيا. نعم. بدلا من العكس. اسمح لي أن أنقل، أنا أنصح الاتحاد، عفوا تفضل، أريد أن أضيف نقطة واحدة. نعم. أنا أعتقد أن على حلف الناتو الآن أن يطلب من أوكرانيا أن تنضم إليه. طيب أنا سأعود إلى حلف الناتو الذي قام به الجيش الأوكراني. نعم، أنا سأعود إلى حلف الناتو معك بعد قليل أستاذ مفيد، ولكن دكتور آشلي، إذا افترضنا فعلا هذا السيناريو الذي يتحدث عن التراجع النهائي للدور الروسي و عدم قدرة روسيا على أن تكون قطبا في المستقبل، هل يمكن أن تظهر أقطاب أخرى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمفاهيم السياسة الخارجية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية الآن؟ هو الاستراتيجية الأمريكية معروفة منذ مدة أن في المستقبل العدو الرئيسي للدول الغربية هو تشاينا، الصين، وليست روسيا على الإطلاق. أمريكا تعرف ما هي قوة روسيا العسكرية والاقتصادية، إنما الخوف من الصين. الصين قوة اقتصادية رهيبة جدا، وممكن أن تدمر الاقتصاد العالمي إذا أرادت. وأيضا الصين ممكن هي تضم تايوان لها بسرعة. هو طبعا دلوقتي في نوع من الخوف من قبل الصين ان تعمل اي عمليه عسكريه لضم تايوان بالقوه بعد ما حصل في اوكرانيا. موضوع الاقطاب وخلافه، اي ثينك انتهى الامور في هذا الموضوع. اي ثينك الشرق الاوسط بالذات يعاني عانه كبيره جدا من الدكتاتورية ومن عدم الديمقراطية، وأيضا عدم وجود تحالف قوي متين من أجل الهيومن رايت إيشو مع الولايات المتحدة. وهذه هي نفس الإيشو الموجودة في روسيا. الهيومن رايت إيشوز في روسيا بالضبط بالنسبة لي أنا كمحلل سياسي مثيلة للشرق الأوسط، والوضع في سوريا معروف وواضح أن في دكتاتورية شاملة. هل نجحت أمريكا أن هي تنشر الديمقراطية والهيومان رايت إيشو في العالم؟ في الواقع نحن فشلنا بعد الأرب سبرينغز. إحنا وجدنا أن في نوع من الدكتورية ظهرت
بعد الأرب سبرينغز، ديكتاتورية مرتبطة بعملية حكم محلي قوي يتحكم في كافة الاقتصاد. ألا يؤشر هذا على ارتخاء القبضة الأمريكية وعدم قدرتها على اتخاذ مواقف مبادرة؟ اسمح لي أقول لك، أنا كأمريكان يعني I feel إن فعلا لو كان ترامب موجود في الوايت هاوس روسيا لا تستطيع أن تخش يوكرين، فشل. ما الذي فعله يعني ما الذي فعله الرئيس السابق دونالد ترامب مثلا في الملف السوري؟ الملف السوري متفق عليه من أيام أوباما. Obama was going to send missiles to destroy Damascus. إنما روسيا تدخلت وحصل في نوع من المعاهدات العسكرية الروسية الأمريكية، وبذلك مستر أوباما تنازل عن تدمير المطارات والمحطات العسكرية الموجودة في روسيا، لأنه لا يريد أن يدخل في direct confrontation مع روسيا. إنما النقطة اللي أنا بحاول أذكرها لحضرتك ليست هي المعارك السياسية أو المعارك العسكرية المهمة بالنسبة للشعب الأمريكي. في حصل تول just only two days ago 30% من الشعب الأمريكي حسب ما ظهر في نيويورك تايمز والواشنطن بوست يريد أن تتدخل أمريكا والغرب في يوكرين تدخلات عسكرية، ولكن هذا غير وارد في الكونغرس، غير وارد مع الأدمينستريشن. أعتقد إن الديمقراتس واشنطن فيلد إن هم كان يحل المشكلة immediately بعد ظهورها 12 months ago. I hope. هذه الفكرة أصبحت واضحة. أعتذر منك على المقاطعة أستاذ مفيد. ما التغير الذي يمكن أن يطرأ على حلف شمال الأطلسي من حيث البنية ومن حيث الأداء في أعقاب هذه الأزمة باختصار؟ يعني أعتقد أن حلف الناتو الآن سيعمل على تمتين وتقوية وجوده في أوروبا الشرقية، لأنه الآن ينظر إلى روسيا على أنها دولة معتدية ليس فقط على أوكرانيا بل حتى على الجبهة الشرقية لأوروبا. وسنرى أن الحلف الناتو سيقوم بنشر قوات ومعدات عسكرية على مستوى متفوق في الجبهة الشرقية. هو هذا ما كان يريد بوتين أن يحققه لشعبه، أي أن يبعد الناتو عن حدود بلاده. لكن ما أتى به بغزوه لأوكرانيا هو أنه أتى بالناتو إلى منطقة قريبة جدا أصبحت على حدوده. هذا الرجل أخطأ خطأ شنيعا، أخطأ خطأ استراتيجيا، حاول أن يغزو أوكرانيا، فشل في غزو أوكرانيا، وأضاف يعني نوعا من الخطر لدول أوروبا الشرقية، وهي الآن تتسلح بفعل مساعدة الناتو لها. وبالتالي هذا الرجل لو كنت مكانه الآن صراحة لأقلت جميع مستشاري للشؤون الأمنية والعسكرية والاستراتيجية. نعم دكتور أشلي، الملفات التي ربما لم تحقق فيها السياسة الأمريكية نجاحات بسبب التداخل الروسي، وكما ذكرنا قبل قليل الملف السوري، هل يمكن أن تحدث فيه اختراقات أمريكية في أعقاب هذه الأزمة؟ يعني توقعاتنا هنا إن المشكلة روسيا مشكلة سوريا الحل الأساسي لها هو إن بشار الأسد يترك الحكم. وجود بشار في دمشق لا تعني أي نوع من التقدم ما بين فئات السياسية المختلفة الموجودة في سوريا. ده أول نقطة. ثاني نقطة، روسيا بتتخذ سوريا كضريعة، وبعد فشلها في أوكرانيا أعتقد أن أمريكا والناتو سوف يصرون على أن روسيا تخلع كل جيشها من سوريا ويرجع تاني إلى روسيا. وإذا ذهب الجيش الروسي والنيفل بيس بتاعته في سوريا أعتقد أن في فرصة نوع من التصالح في سوريا، وأن سوريا ترجع بلد أخرى حرة متحررة من النفوذ الأجنبي. أعتقد أن ده هيدي كمان إكزامبل لشعوب الشرق الأوسط الموجودة في ليبيا واليمن والسودان وخلافه، أن في حل موجود. هو نقطة الخلاف الرئيسية
هو ان في بعض اجزاء من الشعب نفسه، من الشعب الليبي او الشعب اليمني او الشعب السوري او الشعب الايراني، هو اللي بيحط بذره الفساد. احنا لا نستطيع ان نقول امريكا دمرت هذه الدول او الارب سبرينج دمر هذه الدول، ابدا، بل بالعكس، هذه الدول الإسلامية العربية بذرة الفساد موجودة فيها. وبعدين الغرب وأمريكا استغلوا بعض الناس الموجودين ليستعملوهم لتحطيم الاقتصاد، تحطيم المجتمع. يعني لابد نفوق من العملية اللي فيه تكتلات عسكرية. العملية واضحة وصريحة. ماذا يريد الشعب؟ نعم، أشكرك. هذا هو السؤال. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور أشلي أنصار، الأكاديمي والعضو في الحزب الجمهوري، كنت معنا من فلوريدا. وأشكر ضيفي من عمان الدبلوماسية الأمريكية السابق مفيد الديك، شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.